عايزين نتكلم كمان ان في اشاعه طبعا اتكلمنا على الفيلم في اشاعه طالتك كده من فتره ان انت ابو مودة الادهم والناس كلها كانت بتكلمك على حاجه حنين 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 حسام حنين لا هو حنين حضرتك عشان انا عملت معاها لقاء في فيلم كده كان فيلم اللي هو ملي هاني الملي الاولاني وكانت هي ممثله معانا وكانت قايمه بدور بنتي واخد بال حضرتك فطبعا فكروها ان هي بنتي بجد وطبعا عدى شهر رمضان عليا قفلت الموبايل وقفلت الدنيا لان كل الناس اللي بتحبني بدات تشتمني يعني بدات تشتمني وبدات تسب وكده وطبعا طلعت على قناه الحدث واتكلمت يا جماعه ان دي مش بنتي دي مش بنتي هي زي بنتي هي اخطات بس مش لازم نذبحها وقلت يا جماعه احنا في شهر مفترج والمفروض يعني ندعي لها ان ربنا يفك حبسها وحاجات زي كده لكن انا اتمسح بيا الارض بصراحه لولا اكرامي ولولا الشباب طلعوا طبعا على القنوات بتاعتهم واتكلموا يا جماعه عبد الحليم الرفيعي ليس والد حنين حسام يعني شلت طبعاً بسبب دور طبعا شلت الليلة يعني شلت الليلة خلوا شهر رمضان يعد علي كابوس كل واحد يتصل بي بص كل ما تيجي تفتح اليوتيوب تلاقي صورتي وصورتها وانا عاملين قط على كل حاجة وجايبيني وانا وهي واحنا حاطين وانا حاطط ايدي على كتفها طبعا انا وانا حاطط ايدي على كتفها كان جنبنا اكرامي وكان جايبنا سمير وكلهم لا قاطعين ومخلين انا وهي بس والد حسام والد ولي حنين حسام والد حنين حسام كذا شتيمة بقى انت لا تتخيلها على فكرة البيت عندي كله تأثر يعني كلنا تأثرنا بالكلام ده واخد بال حضرتك بس الحمد لله عدت على خير وانا على فكرة من الناس اللي يعني متعاطف جدا مع كل البنات وسواء حنين او سواء مودة او كده بس هم يمكن عشان ولاد صغيرين مسخوها شويه او حاجه وربنا يفك حبسهم زي ما بيقولوا يعني يا رب بس في بنات كده يعني فوجئنا او تفوجئنا زي ما بيتقال بهزار يعني ان هم لهم قضايا اداب وان اعترفوا بممارسه افعال منافيه للاداب زي هدير وزي بعض الناس كده فانت تقول ايه للنوع ده من البنات والله بص هقول لحضرتك على حاجه انا عن نفسي انا ما شفتش الحاجات دي خالص انا دايما بشوف الوجه الكويس لكل انسان قدامي يعني انا سواء حنين او سواء اي واحده من البنات دي انا ما بحاولش ابص غير للوجه الكويس او للحاجه الكويسه اللي فيها مش اكتر من كده لكن انا طبعا بقول لهم لا يعني اتقوا الله لان في اولاد صغيرين بيمشوا على نفس النهج ده يعني انا شفت يعني بنت اختي يعني بتحاول تقلد حنين او تقلد مودة في حاجات معينه وطبعا ما عجبنيش الوضع يعني ما عجبنيش الوضع فلا بقول لهم اتقوا الله لان في يعني خدوا بالكم ان في بنات صغيره بتقلدكم يعني في بنات صغيره بتقلدكم وانا بمناسبه الكلام ده كان في فيلم هاني الملي واتفرجنا عليه وكده فاحنا مروحين لقيت واحده مسكتني من ايدي وكلمتني ان بما معناه ان الاولاد والبنات والناس دي كلها امانه في رقبتكم انت من خلال معاملتك مع حنين بشكل شخصي لمست ايه وقتها ما انا بقول لحضرتك انا بشوف الجانب الكويس بس يعني انا ماليش دعوه باي حاجه تانية اولا هم كانوا عندي وكانوا في بيتي وكده فانا اي حد بيجي بيتي بيجي باحترام يعني في حاجه معينه كده حتى مثلا بتغير عندي اولادي فوق مفيش ادنى مشكله لكن بكل حال من الاحوال انا ما شفتش بصراحه 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 غير منها كل حاجه كويسه صراحه اشكرك جدا حبيبي حبيبي ربنا يخليك عجبني دور اللبس الشخصيه والباروكه دي ما كنتش مصورين ربنا يخليك يا رب ربنا يخليك يا رب شكرا جدا شكرا